مع السؤال الأول، إذا الكتلة الأولى M وسرعتها V في الاتجاه معين، والكتلة الثانية إذا نضيف 2M وفي الاتجاه المعاكس، إذا سرعتها minus V على 2. إذا V1I تساوي V، V2I تساوي minus V على 2. وبعد الاصطدام بالطبع الاثنين سوف يرتبطان. إذا في البداية نحسب الـ total momentum PI، إذا هو المجموع M V1I زائد 2M V2I، وفي البداية إذا V1I تساوي V و V2I تساوي ناقص V على 2، إذا يساوي صفر. وحفظ المومنتوم يفرض أن PI يبقى ثابت. إذا نحسب الآن PF، إذا في النهاية إذا M و2M إذا يلتحمان، نتحصل على كتلة واحدة M زائد 2M وسرعتها VF والمطلوب هو VF. إذا هذه تساوي 3M VF وتساوي PI وتساوي إذا صفر من حفظ المومنتوم. إذا حتما بما أنه M لا يساوي صفر، إذا VF هي اللي تساوي صفر.